أول شيء صباح الخير يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان، من خلالكم بدي أوجه هالرسالة. أولا بمناسبة هالعيد الكريم هالمجيد منحيي شعب سوريا البطل على هالانتفاضة من أجل الحرية والديمقراطية ضد نظام الرعب والأرهاب والفساد والعائلي والطائفي والنازي. منقلن للشعب السوري مش ناطرين مناسبة بس الميلاد المجيد حتى نتذكركن، نحنا دوما منتذكركن، ثورتكن ثورتنا، هيدا من معركتكن معركتنا. تحية لكم. هلا بدنا نحكي إذا بتريدوا. بمناسبة هالعيد المجيد قامت بزيارتنا مع عائلتها الكريمة صحفية أمريكية من أصل إنجليزي، منقول هون إنجليزي أمريكية بأمريكا. قالت لي أنا كنت صحفية مراسلة لجريدة كبيرة بالشرق الأوسط وكان مركزي الرئيسي بيروت، وتنقل من بيروت. بعرف بيروت كتير منيح وبعرف لبنان كتير منيح وبعرف سياسة لبنان كلها والزواريب والميكماك وكله بعرفه. بقرا لك وايام بجاوبك برد لك على رسائلك الالكترونيه هلا بوجودك، وكتبت لك هالشي رح اقول لك اياهن هلا. المسيحيين وبالاخص الموارنه ما عندكن كفاءات وطنيه، هيدي كلمه وطنيه ما واردة عندكم، كانت واردة عند اللي قبل منكم. انتو جيتوا بعد الرئيس فؤاد شهاب ما عرفتوا تصرفتوا بالبلد، ماديات هالدنيا خلطتوها مع الروحانيات ومع الدستور اللبناني، وهيدي أكبر غلطة واجهتكم. بعد الرئيس فؤاد شهاب ما إلكن حق تجيبوا شار الحلو وتوقعوا على اتفاق القاهرة. كان بيقدر الرئيس شمعون والشيخ بيير جميل يتوجهوا على القاهرة ويجتمعوا بالرئيس عبد الناصر، ما عملوه. ناطرين شو بدهم فرفار وزمامير تيقوموا ينطوا؟ وكان راح وفد برئاسة ريمون قده، وكان راح وفد برئاسة سليمان فرنجية والنواب المستقلين، ما عملتوه. وقعتوا على اتفاق هو بداية انهيار لبنان. نعم، بعد الرئيس شرحلو رحتوا جبتوا الرئيس سليمان فرنجية، ما في شك زعيم بمنطقته له قيمة بمنطقته بس ما له علاقة برئيس الجمهورية، ما له علاقة برئيس الجمهورية. وين الجريمة إذا واحد ما له علاقة برئيس الجمهورية؟ شو فيها يعني؟ وين الجريمة؟ تخلطوا كل شيء بين بعضه. طيب بعد ما انا بتجيبوا لي السركيس، طيب ليه السركيس اداري كبير ونجح كاداره واداري نظيف وشفاف، رئيس جمهوريه لشو رئيس الجمهوريه؟ يعني بالحقيقة أهم من سليمان فرنجي كرئيس جمهورية وأهم من شارحلو كرئيس جمهورية، ولكن الثلاثة من رئيس الجمهورية. وين شفت بأي دولة بتحترم نفسها بتجيب حاكم بنك مركزي رئيس جمهورية؟ ليش؟ رئيس جمهورية مثل ما قال سفير الاتحاد السوفيتي العظيم عن نائب رئيس جمهورية أمريكا عن أيام الرئيس جونسون، قال ما بيكفي إنه ذكي كتير، شاطر كتير، هيدي رئيس الجمهورية بده يكون واحد فيها متمارس. اولا بده يكون عامل علوم عاليه، تاني شيء بده يكون متمارس، وبده يكون ذكي كتير، وبده يكون شاطر كتير. طيب رحتوا جبتوا الرئيس امين جميل، منه كفو بهيك الوقت، ليه عمره بيسمح له وليه خبرته بتسمح له ان يكون رئيس جمهوريه لبنان؟ يعني بدل ما تنشحوه فشلتوه، اليوم صار بعمره وبخبره وبمعرفه وعنده العلم وعنده الخبره وعنده المعرفه جمعه بيقدر يكون احسن رئيس جمهوريه بلبنان، ما كان عم تقبلوا فيه. يعني وصلتوا لها
حدا معقول اتفاق 17 ايار الاداره انذاك بالولايات المتحده الامريكيه بتمارس اقصى حدود صداقاتها العميقه مع دوله اسرائيل، وبالحقيقه مانت عليها توقع هالاتفاق يلي منه لصالح اسرائيل، لصالح لبنان. اهم اتفاق جرى بين دوله اسرائيل واحدى الدول العربيه، اهم بكتير من اتفاقيه سيناء مع الرئيس انور السادات، بكتير اهم. وقع عليها الرئيس كامل الاسعد من الطائفه الشيعيه الكريمه وزعيم لبناني كبير، ورئيس الشفيق وزان رئيس وزراء لبنان ممثل الطائفه السنيه. ومية بالمية ما بيوقع هالاتفاق بدون منه متصل بالرئيس صائب سلام وبالرئيس رشيد كرومي 100% وبالرئيس طه الدين الصلاح 100% حتى يوقع اتفاق مثل هذا. اجى الرئيس الجميل لانه ما عنده الخبره ولانه اجى قبل وقته لغى الاتفاق، تعطى قوه لحافظ الاسد تيكمش لبنان وتيدمر لبنان وتيسرق لبنان، يعني شال المجد من ايده وعطاه لحافظ الاسد تيعمل بطل. وقف لكم انا منطقة الشولان واتركوني على هالنور هول هاللبنانيين وانزل فيهم. شو اللي عملته؟ ما حدا جاب بنات لابن الرئيس الاسد الا المواطني بلبنان. لو عرفوه تيتجوز ما على شيء. سقطتوا الاخلاق وسقطتوا القيم من عندكم. مشان هيك اليوم ما في مجال ابدا معود بسلامتكن. ممكن كتير قالت لي ممكن كتير. انا اليوم رئيس دائرة الشرق الاوسط باحدى الجرايد المهمة بالكرة الارضية، رئيس قسم دائرة الشرق الاوسط باحدى اهم جرايد الكرة الارضية. قالت لي اللي مبين معود بسلامتكم الرئيس ميشيل سليمان هو اخر رئيس جمهورية مسيحي بلبنان، شئتوا ام ابيتوا. طيب نرجع لعمي حسن نصر الله. طيب عمي حسن، انت منك اهم من روبير ماكنامارا، انت رئيس ميليشيا. روبير ماكنامارا كان وزير الدفاع بدولة امريكا احدى اهم دول العالم. بيقول سفير الاتحاد السوفيتي العظيم اناتولي دوبرنين بيقول الكلمة الشهيرة، بيقول التقيت فيه ومبين انه في ستريس كتير على وجهه في نهاية 1967. قال لي اني انا مخطط اني استقيل من وزارة الدفاع وروح اعمل رئيس البنك الدولي، وراح. بيقول he said that he was very tired and no longer willing to argue with his top general who insisted on military solutions في فيتنام يعني when there were none. وانت نفس الشيء فت على شعب سوريا البطل بدل ما انت تحضنه وتضمه وتشيل عيلي فاسدة، حط اللي بدك ايه وتعمل زعيم كبير. شو كانت النتيجة؟ فت على شعب سوريا ودافش هالمجارير تبعك بلبنان ابتداء من ميشيل عون انه عملوا جعورية على 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 الراديوات والتلفزيونات وقولوا الثلاثة وثلاثة الجاي والنصر خالص وخلص النصر وبيسلم حافظ بعد بالشور، ومثل ما قلت خط أحمر نهر البارد، وهلأ نبلش وطولة خط أحمر بالشور الأسد. يعني كل اللي عم نسمعه إنه إيران عملت دفتر شتوروت وقدمته للمعلم إني أنا بفرط هالمنطقة كلها إلى عصابات كونتونيت سميها اللي بدك ايه. قال المعلم انت عم تعرضي هالشي كيف؟ قلت له ايه بقسم هالدنيا هيدي كلها، بطي امضي لك على هالدفتر الشروط.
وانت عم بتنفذ دفتر شروط للإيرانيين. يعني بدل ما تعمل انت زعيم دول الهلال الخصيه وتكون انت القرار وتساعد ايران اكثر من اللزوم. عمي حسن انت بتعرف اكبر غلطه بالكره الارضيه نفس الغلطه تبع النازيه تعملها الدول المتطوره الديمقراطيه اللي تؤمن بحريه الانسان والديمقراطيه، اذا البرنامج النووي تبع ايران ما بتلغيه كله، اذا بتقلن شيء سلمي لألم بتكون اكبر غلطه. شكرا وألف شكر يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان.